ألو، السلام عليكم. أهلا وسهلا، السلام عليكم. ميكاترونكس، يعني إن شاء الله تطلع آلة بإذن الله. إزيك محمد، عامل إيه؟ كنت تطفي صوت التلفزيون وتسمعنا من السماعة؟ ادعي لي الله يزوجني. الله يرحمك ويبارك فيك. تفوق وبتصير مثلي، معدلك 61.3 بإذن الله. راح أحاولك على مجيب الآلة. مبروك معاذ. طب احنا كنا بدنا نبعث لك ايميل رسمي، بس للاسف ما بنعرف هي بالرسميه كثير. اجى بتركيا من الغوطه، بيشتغل بمعمل هون، وضعه كثير كثير سيء، بيبعث لاهله كل شهر 100 دولار كرمال يعينهم بالمصروف. لو سمحت بدي لهم بعد، بس بدي خبرك انك انقبلت بالمنحه للاسف. للاسف الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طالبة مقدمة على المنحة، أبوها متوفي وأما بتشتغل الخياطة لتساعد السبع أولاد اللي عندها، وفي طبعا عندها أخت مع تصلب لويحي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. معي آمنة؟ نعم. أنت مقدمة على المنحة صح؟ وعملتي مقابلة؟ أيوة. كيف كان تعامل كان. كيف كان تعامل المتطوعين معك أثناء المقابلة؟ هل حدا زعجك؟ لا بالعكس، كثير كانوا بسطاء ورائعين. رائعين؟ هذا الحكي رح يتسجل طبعا. أيوة، بس في عنا مشكلة بسؤال واحد مشان نقبلك ولا لا. شو اسم فرعك بالإنجليزي؟ فيزيوترابي. بس فيزيوترابي؟ فيزيوترابي. أيوة، يعني أنت بتدرس التراب تبع الفيزياء؟ أنا آسف ما بعرف اسمه بالإنجليزي، فلك لما قرأته ما عرفت شو هو بصراحة، بس أنا ما عم حكيكي مشان الفرع بصراحة، عم بحكيكي مشان لك أنه ألف مبروك. أنت نقبلتي بمنحة ملهم. ان شاء الله بتذكركم بكل قلبي. الله يبارك فيك يا رب. لا ما بدنا اياك تبكي من بعد اذنك، احنا حكيناك عشان نفرحك. الو، شكرا كثير. عندك شكرا كثير. ان شاء الله هيك بتطلعي من الاوائل، وراح نضل معك باذن الله طالما انه يعني انت مكمله، نحن مكملين معك باذن الله. شكرا كثير، الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك يا رب. نحن ترى ميزان حسناتكم. الله يسلمك اجمعين. ترى نحن يعني سعداء اكثر منك والله، برافو عليكي انك انت مصره انك تكملي تعليمك وتحققي حلمك، وان شاء الله هيك بتصيري معيله لاهلك، ما بتنقص عليهم شيء باذن الله. شكرا كثير. العفو. باي باي. في هي رؤى طالبه بتشتغل بمعمل، كانت هي اصلا بتشتغل ممرضه بمشفى ميداني، حابه تكمل تعليمها لانه هي ناقصه كثير حالات للقصف. السلام عليكم. بدي خبرك انه حضرتك انقبلتي بمنحه ملهم. ايه والله العظيم. شكرا كثير، والله ما لا، الله يبارك فيك يا رب، انت بتستحقي وقصتك كثير يعني ملهمه، وبرافو عليك انك عم تشتغلي، فبالتالي نحن بنفتخر انه نكفل حدا مثلك. الله يسلمك يا رب، ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله بتطلعي احسن ممرضه بالعالم. من وين؟ شغلي، مكان شغلي. لهلا بتشتغلي؟ انت كم ساعه بتشتغلي بالنهار؟ من الساعة 8 للساعة 7، وبس تكون في جامعة رح تضلي عم تشتغلي؟ لا لا، ما عندنا ابدا. طيب ما انك عم تشتغلي 11 ساعة باليوم، انت منحتك رح تكون اعلى من حد فريق ملهم، رح نعطيكي يعني منحة ونص ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مشان يعني كل شيء يكون بالسليم، ولانك انت تعذبتي كثير، وباذن الله باذن الله يعني رح تكوني متفوقة ونرفع راسنا فيكي بالمستقبل باذن الله. بإذن الله بالتوفيق. الله يعافيك، الله معك. طيبة، مسؤولة التعليم أنا آسف إني فعلت شوي، بس والله تأثرت قسما بالله، يعني قرار شفته يعني قدام عينكم. المنحة من صندوق الفريق والنص من جيبك. والله لا ما النص من راتبك. أنا والله انفعلت، أنا آسف، بس خلص وعدناها يعني. ظبطوا بعد إذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معك المجيب الآلي الخاص بمنحة فريق ملهم التطوعي. إذا كنت تريد الحصول على المنحة قل 1، إذا كنت ترفض المنحة قل 2. 1. لا 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 طلعت لك المنحة يا آلات. يا آلات، كم آلة أنت؟ آيات. آيات آيات. إن شاء الله ألف ألف مبروك. جد؟ لا عم نمزح، احنا بتعرفي بيناتنا مزح. شكرا كثير، شكرا.
ثاني شو احكي. الله يبارك فيك يا رب. نحن جدا مبسوطين انه هيك فرحناكي واجبرنا خاطرك، وان شاء الله بتطلع من الاوائل باذن الله. طالب اسمه محمد، محمد درس يوز وبكالوريا سوا، يعني ما اخذ يوز بسنه وبكالوريا بسنه. طالب متفوق جدا جدا جدا، لهم بعد اذنك. كمان ما شاء الله انه حافظ القران الكريم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. انت مقدم حضرتك على منحه فريق ملهم صح؟ نعم. انا بعتذر منك يا محمد، بدي بشرك انك للاسف انقبلت بالمنحه. بشرك بالخير، الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك يا رب. الله يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. شو تدرس؟ نعم. شو بدك تدرس؟ طب اسنان باذن الله. باذن الله تعالى، باذن الله. في عندي ان شاء الله بعد 5 سنين تجي بتشوفنا طبيب اسنان فاتح عياده ان شاء الله. انا ما بدي اشوفك، بدي تعالجني وتعالج اللي معي هون ان شاء الله، انه كلهم ما شاء الله عندهم اسنان بدك تجي لعندي ان شاء الله. على راسي ابو حميد. احمد لاجئ بتركيا، فقد ابوه واخواته، عايش مع امه واخته. رح نقول له يمكن ما يرد، عادي تعودنا. الو. السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله، يسلمك على استاذ. ان شاء الله الف مبروك يا احمد، انت انقبلت بالمنحه وان شاء الله هيك بتصير احسن معود اسنان في العالم. الله يبشرك بالخير يا استاذ. الله يسلمك على استاذ. على راسي، ان شاء الله نكون هيك فاجقناك. والله كثير يعني مو شوي. انا سجلت لك صوتك وصورت حالي انا عم بحكي معك، كمان انشر لك اياه على انستغرام. تمام. ان شاء الله. اعمل لي لايك وسبسكرايب. معاذ طالب لاجئ من ريف دمشق، كان عنده مشكلة بعينه، للأسف تقريبا خسر عينه، لحق العين الثانية ملاحقة، هو مقدم على المنحة. هذا راح ندق له ونبشره انه انقبل بالمنحة. أيوة. السلام عليكم، كيفك معاذ؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد الله يبارك فيك. أنا تشرفت معرفتك، أنت على اسم اسمك على اسم صديقي أحمد معاذ. أكرمك الله. الله يسلمك. ابو شعر ما كان بيسموك اهلك معاذ لما كنت صغير؟ لا صح؟ على راسي والله. نعم. والله يا معاذ، بعد ما نحن فلترنا كل الطلبات للاسف انت انقبلت معنا بمنحه، ان شاء الله الف مبروك. مبروك حسبي الله ونعم الوكيل. الله يبارك فيك. والله على راسي، الله يبارك فيك، ان شاء الله هيك بتطلع من الاوائل. مبروك. الله يبارك فيكم يا رب. شو بدك تدرس قلت لي؟ الله يبارك لكم اخبار حلوه. الله يبارك لكم اخبار حلوه مثل ما هيك خبرتوني الخبر الحلو. الله يسلمك يا رب. شو بدك تدرس انت؟ ميكاترونيك. ميكاترونيكس، يعني ان شاء الله تطلع اله باذن الله. نعم. يلا في مشاعر يكون. ان شاء الله الله يوفقك دائما. على راسي يا معاذ، بالتوفيق. لاجئه بتركيا، عايشه من 9 سنوات بمخيم، يتيمه الام. هي بالرغم من كل الظروف يعني قدمت بكالوريا وجابت معدل عالي، تدرس رياضيات، هي هيك حلمها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وعليكم السلام، كيف الحال يا الاء؟ اهلين، الحمد لله بخير. حب انا بشرك للاسف انه انت انقبلتي بمنحه ملهم. عن جد؟ عن جد لا لا لا، عم نمزح احنا، عم نمزح. والله العظيم قبلتي قسما بالله. الحمد لله. انت يا الاء تستاهلي كل خير، وشوفي ترى يعني هذا واجبنا ومنيتنا على حالنا، واتمنى لك التوفيق. انت اليوم تستاهلي، ما كنت قبلتي. الحمد لله دائما وابدا.